رسخت دولة الكويت بصمتها الإنسانية مجددا من خلال استضافة مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والذي اختتم أعماله بالأمس. وانتصرت البلاد لدورها الإنساني والأخلاقي والعربي والإسلامي لنجدة ونصرة العراق، وأعطت رسالة سامية مفادها بأنها تقف صفا واحدا مع اللاجئين والنازحين وضحايا النزاع الذين يعانون حالة عدم الاستقرار. نعم، مساهمات سخية خرج بها المؤتمر مقدمة من الدول والجهات المشاركة لفتح آفاق جديدة ومستقبل أفضل للأشقاء في العراق. بنجاح كبير واستحقاقات سخية، اختتمت أمس فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي استضافته البلاد في الفترة من 12 حتى 14 من الشهر الجاري، بإجمالي إسهامات قدرها 30 مليار دولار مقدمة من قبل الدول والجهات المشاركة. المؤتمر الذي عقد برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حضره مجموعة من ممثلي كبريات الدول المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية في سبيل تحصيل الإسهامات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق عقب الحروب والصراعات التي تأثرت بها محافظات ومناطق عديدة هناك. وكعادة دولة الكويت مركز العمل الإنساني، كانت هي السباقة لمد يد العون للأشقاء في العراق لتواصل عطاءها الفياض وتكون المنارة التي يهتدي بها الجميع في شتى أرجاء المعمورة، حيث أعلنت التزامها بتخصيص مليار دولار لإعادة إعمار العراق. إنه يسرني أن أعلن بأن دولة الكويت وانطلاقا من التزامها بدعم الأشقاء في العراق ستلتزم بتخصيص مليار دولار كقروض وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومليار دولار للاستثمار في الفرص الاستثمارية في العراق، فضلا عن مساهمة الجمعيات الخيرية الكويتية. مؤتمر إعادة إعمار العراق إيمان دولة الكويت بأهمية استقرار وازدهار العراق باعتباره من الدول المهمة والمؤثرة، لا سيما في الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة. تعهدات سخية قدمها المؤتمر الذي أقيم على أرض الكويت من أجل إعادة إعمار العراق، خاصة بعد أن تغلب على ما يسمى تنظيم داعش، ليكون المؤتمر نقطة انطلاق للعراق نحو آفاق التنمية والبناء والمستقبل على يد قائد العمل الإنساني سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.